يوم حياتك لين تنسى وفاة والدي. ألف رحمة على روح والدك إن شاء الله، والخلف ما مات بكم البركة أنت وسامر وسامح وعلي. يوم وفاة والدي يعني كان كنا ننسى مال مباراة العراق وسوريا ودية، كنا بسوريا، فبعد المباراة احنا تعادلنا يمكن بيها ودية هي، فكملنا مباراة اتصلنا بي، هو كان يعني متابعنا واحنا استونا بدينا بالانظار وب 2008 هو توفى، يعني استونا يعني احتراف وقاعد يشوف خيرنا. انا باللي حكينا وياه انا وسامان قال لي زين يمكن شفت باللعبه وشوف شفت اللعبه وقاعد ينصح بينا. فسبحان الله يعني للصبح انا ما نايم، احنا كنا بسوريا اريد نسافر من سوريا للصين، عندنا ايضا بطوله هي مباراة كانت، كان علينا الكابتن عدنان حمد تحياتي تحية لي. فللصبح هاني ما نايم، فآخر شيء حسك وشي مختنق قلت خلنا أروح للسيدة زينة سلام الله عليه، فرحت أزور ويا علي رحمه، أخذت علي رحمه وياي بالغرفة تحياتي لعلي، فأخذته وطلعت قال لي شبيك والله قاعد أحكي له هيك بس أريد يطلع الصبح هسه. فنمت من تقريبا الأربعة ونص نمت للسبعة هيك وراها بس قاعد تريك صارت بالتسعة خبرت على ابويا قاعد اي شيء حد احساس خبرت على ابوها، هو قال لي اريد اراجع عندي مال شغله التقاعد ورواتبي وهاي اريد اخذهن، قلت له عوفه من نرجع لبغداد انا اخذك وبالعرف نقدر نسهل الامور لا تروح وهاي. فخبرت جاوبني مو ابوي منو انت؟ قلت سامر. قلت له منو انت؟ انا جت لحظه انه مخطوف او شيء هيك بكتها فاردحت بعد ما قدرت ويا علي رحمه قاعد اصيح انا قاعد علي رحمه من النوم. فقال لي ابوك هنا انا ام التقاعد تخربط، ما قال لي توفى قال لي تخربط. فرجعت خبرت على امي، امي نايمه ما تدري انه يعني هو تخربط او ما توفى. قلت له ابوي وين؟ قالت ابوك طالع. انا لحد الان مصدق انه هو. فرجعت خبرته قال لي نقلوه للمستشفى شويه براسه ضربه هيجي بابا. قلت له احكي لي منو انت؟ قال انا الشرطي لباب التقاعد. المهم صار صياح وهاي وعياط، قمت اعيط لانه عرفت اني تسترت. اجى نشأت اخذ التليفون من عندي حكي بوقتها ويا الشرطي. الشرطي قال لي ابوه توفى رحمه الله على روحه. فبقتها من هو هذا اليوم ما يروح من بالي. رجعنا احنا يعني صارت بثلاثة الظهر، يعني كل ساعة نريد نطلع انا سامال وما يخلون الولد. ابقوا تروحون بالطيارة لا تروحون، كانت الطيارة كل اسبوع مو يعني يومي رحلة. بعد ما قدرنا نتحمل خبرت امي وامي درت صارت هوسة بالبيت عندي، هو بس انا وسامال وسامح كان صغير والباقيين اخوتي كلهم صغار. فرحنا من هناك اجرنا من يم السيدة زينب اجرنا سيارة سيارة صغيرة جيمسي، لقينا واحد استوى واصل اخذناه ورجعنا. رجعنا لبغداد اللي هو جاي قال بعد ما اقدر اسوق. انا استقيت نص الطريق لحد بيتنا لانه خطيه وجاي تعب ما يقدر عيونه حمر من التعب منتهي. اجيت انا اسوق وابكي سامان قاعد يمي بالصدر والسائق نايم اللي ورا خلينا لحد ما وصلنا تقريبا ب 11 بالليل البيت، ما لحقنا على دفنة والدي. كانوا راجعين من النجف وهاي سنة الحياة والحمد لله. الله خلف ما مات بكم البركة كابتن، والله العظيم انتم بكم البركة وخير ما خلف اخلاقكم وتربيتكم، والولد الصالح اللي يدعو لوالده ويقدم له اشياء ويساعد الناس هاي خير. ها واحد رحم الله والديك كلش كافي الله يخليك.